فاز امبارح النادي الاهلي على الاسماعيلي 2-1، رغم ان النادي الاهلي امبارح ادى الشوط الاول فقط بشكل جيد، الشوط الثاني الاداء تراجع بشكل كبير جدا، ولكن قدر يتفوق على النادي الاسماعيلي 2-1 في ملعب بتروسبورت. الزمالك الناحيه الثانيه تعادل مع المصري 2-2، وهقول لكم اسباب تعادل نادي الزمالك من وجهه نظري، لكن خلينا نبارك للنادي الاهلي فوزه للمره رقم 38 ورقم كبير جدا، يعني فارق كبير جدا عن الزمالك صاحب المركز الثاني. كده الفرق بقى 7 نقاط، واصبحت اللقاءات المتبقيه في بطوله الدوري الاسبوعين اللي جايين الاهلي مع الاتحاد، وبعدين الاهلي هيلعب مع الزمالك، الزمالك عنده سموحه وبعدين عنده الاهلي، خلاص لقاءات تحصيل حاصل بالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك. الاهلي ضمن المركز الاول، الزمالك ضمن المركز الثاني، ولكن اللعبه هتكون على المركز الثالث والرابع. المصري امبارح كان قريب ان هو يكسب الزمالك، ولكن قدر الزمالك يتعادل في الوقت الاخير عن طريق هدف باسم مرسي، والمصري كده فارق نقطتين عن فريق وادي دجله صاحب المركز الرابع. المصري عنده 53 نقطه ويتبقى وادي دجله 51 اللي هو صاحب المركز الرابع، فالمصري بيلعب على الثالث عشان المصري يلعب افريقيا، يلعب كونفدراليه، والمصري ناقص له ماتشين، ناقص له طلائع الجيش الماتش اللي جاي وبعدين المحله، وانتوا عارفين النادي المصري بيلعب لقاءاته كلها في استاد الاسماعيليه، فالمصري عنده طلائع الجيش الماتش اللي جاي وبعدين عنده الماتش اللي بعده غزل المحله. لو المصري كسب الماتشين المصري يعني يتأكد حصوله على المركز الثالث، وبالتالي المصري يشارك أفريقيا السنة الجاية في الكونفدرالية. وادي دجلة يعني في المركز الرابع، فارق نقطتين عن النادي المصري. امبارح تعالوا نتكلم شوية على الأحداث، وزي ما قلنا مستني بقى رسائل مشاهدينا محبين كرة كل يوم، سواء أهلاوية سواء زملكاوية. الأهلاوية عايزين يقولوا إيه بعد فوز النادي الأهلي بالدوري، الزملكاوية عايزين يقولوا إيه بعد خسارة الزمالك بطولة الدوري، عايزين يكون في روح رياضية، جماهير الزمالك تهني جماهير الأهلي إن الأهلي هو اللي فاز بالدوري زي ما حصل السنة اللي فاتت، رغم إن في أنتوا عارفين برضو في شوية جماهير بتبقى يعني بتحب فرقتها أكتر بأي حال من أي منافس، فبيبقى في شوية زعل، وده طبيعي، كل واحد بيحب نادي وكل واحد بينتمي وكل الجمهور بيحب نادي اكتر نادي. فخلينا نشوف يعني انا عايز جماهير الاهلي تبعت لي اسباب فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، وعايز جماهير الزمالك تبعت لي اسباب خساره الزمالك الدوري ايه، وهنقول انا هقول وجهه نظري النهارده في القصه دي. ولكن زي ما قلت لكم تاني وتالت ورابع مبروك للنادي الاهلي الفوز، وان شاء الله الفتره القادمه كده، انتوا عارفين بس الامور صعبه في رمضان وفي ماتشات افريقيا للاهلي يوم الثلاث اللي جاي في بطولة أفريقيا مع أسك أبيجان، فمش قادرين يعني نستضيف حد هنا في الحلقة عشان نحتفل بالنادي الأهلي وفوزه بالدوري. إن شاء الله هيكون معانا نجوم النادي الأهلي قريب، دي امبارح لقطات من أمام النادي الأهلي واحتفالات جماهير الأهلي بالفوز ببطولة الدوري المصري. فمستني رسائلكم على أرقامنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك برضو النهار رياضة، عشان نشوف يعني وجهة نظر جماهير الأهلي، هم كسبوا الدوري ليه السنة دي، وعايز أعرف برضو الزمالك ايه وجهه النظر، يعني ايه الاسباب اللي ادت لخساره نادي الزمالك الدوري، ان الزمالك كان بطل الدوري السنه اللي فاتت. طيب خلينا نتكلم شويه على الماتشين، ماتش الاهلي، وهقول لكم كمان ليه الزمالك اتعادل امبارح. الاهلي والاسماعيلي، الاهلي بدا بدايه رائعه، يعني هدفين في 10 دقائق، واحده لرمضان صبحي الهدف الاول بعد ما الكره ردت من العارضه مؤمن زكريا، وبعديها وليد سليمان حط فاول كده زي بتاع ليونيل ميسي اللي حطه في ماتش الارجنتين وامريكا في كوبا امريكا، فبقت 2-0 والاهلي مسك الجيم، ويعني خلاص 2-0 على نادي الاسماعيلي. اللي خلى الاسماعيلي يخش في الجيم شويه هدف ايمانويل بناهيني، ده بقت النتيجه 2-1. في الشوط الثاني تراجع اداء النادي الاهلي، وبقى النادي الاهلي خايف ان يخش في مرمى هدف اكتر منه عايز يجيب هدف، يعني النادي الاهلي حافظ على الهدفين اللي دخلهم وكان خايف ان يخش في مرمى اهداف، فبالتالي الاهلي ايه نقدر نقول ايه يعني التزم دفاعيا شويه، ما بقاش فيه مجازفه هجوميه. برضو عايز اقول لكم النادي الاهلي راجع من افريقيا ومن سفريه بعيده من زامبيا، فاللعيبه اتاثرت شويه في اللياقه البدنيه والارهاق شويه في الشوط الثاني، والاسماعيلي كان في مقدوره او كان في استطاعته ان هو يتعادل مع الاهلي، ولكن مش عايز اقول شخصيه النادي الاسماعيلي، ولكن ما كانش فيه الجراه الهجوميه للنادي الاسماعيلي اللي هو يتعادل مع النادي الاهلي، ما كانش فيه فرص كتير في الشوط الثاني. طبعا شفنا الموقف بتاع الجماهير اللي دخلت الملعب، والنادي الاسماعيلي طالب الامن بابعاد الجماهير، المباراه توقفت حوالي 10 11 دقيقه وبعدين استؤنفت ثاني، وقدر النادي الاهلي يحافظ على تقدمه على النادي الاسماعيلي 2-1 ويفوز بالمباراه ويفوز ايضا بالدوري العام. الزمالك والمصري، انا امبارح هعذر الزمالك وهعذر لعيبه نادي الزمالك لسبب،
برضه عشان نبقى فنيين قوي وبنتكلم في الكوره قوي، الزمالك يا جماعه كان بيلعب في افريقيا مع نادي انيمبا في اجواء ممطره او ملعب مبلول، ملعب فيه مطره وميه والكره ما كانتش بتتحرك. على فكره ال 90 دقيقه ولا ال 100 دقيقه اللي لعبهم نادي الزمالك في نيجيريا دول بمثابه ماتشين ثلاث، مجهود ماتشين ثلاث. ليه؟ ان اللعب في الميه ده حمل عالي وبدني كبير جدا على لعيبه نادي الزمالك. فلعيبه الزمالك لسه من اربع خمس ايام كانت في نيجيريا بتلعب في الميه في في الملعب مبلول، ملعب فيه ميه ومغرقان ميه، فالجري في الميه ده اكنك بتجري في الرمل، فلود وحمل بدني عالي جدا على لعيبه نادي الزمالك. وبالتالي الزمالك امبارح كان مرهق، يعني الزمالك ما ظهرش بحالته. ليه؟ ان اللعيبه كانت مرهقه، كان مرهق، وبرضه في بعض الاخطاء اللي حصلت امبارح. ولكن الزمالك انا يعني بقول مليون في الميه، وده انا متاكد منه في علم بقى تدريب كره القدم، لما بتلعب على ملعب فيه ميه وغرقان وكده ده اثر على نادي الزمالك بشكل كبير. المصري كان منظم جدا بيلعب على الهجمه المرتده، الزمالك كان مستحوذ ولكن ما كانش فيه خطوره حقيقيه على مرمى النادي المصري. المصري قدر يخطف هدف والتاني، الزمالك اتعادل وكان عايز يكسب، اتخطف الهدف التاني وفي الاخر اتعادل عن طريق باسم مرسي. ده يعني ملخص اللي حصل امبارح. طبعا دي جماهير النادي الاهلي اللي كانت متواجده في استاد مختار التتش اثناء مباراه الاهلي والاسماعيلي، يعني ماتش الاهلي والاسماعيلي كان شغال في ملعب بترو سبورت. جماهير الاهلي كانت في ملعب مختار التتش بتحتفل ببطوله الدوري، بتحتفل بانتصار النادي الاهلي. مبروك لكل الجماهير الاهلاويه الفوز ببطوله الدوري، والدوري ده رقم 38.